الطفل براء صاحب 6 أشهر ابن مدينة قسنطينة رضيع كتب له أن يخرج للدنيا ويبتلى بمرض تليف الكبد الذي جعله يعيش جحيم الألم والمعاناة يوما بعد آخر بعد أن تفخ بطنه وشحب وجهه. والله ودرك براء ودك في عمره 6 أشهر كي زاد وزادك بالمرض هذا تلف الكبد. هاد الساعة سمعك تشوف ما يبكي ما يرقدش في الليل دارت له الحكة يبات تسمع عنده السطر وقال لي شرف الدواء تاعو هذا والدواء هنايا في الجزائر هذا ما كانش سما جابوه للناس من فرنسا منيه مقطوع الدواء تاعو هنا. براء الذي تزداد حالته الصحية سوءا شيئا فشيء بعد فشل محاولة علاجه داخل الوطن الأمر الذي يستدعي إجراء عملية مستعجلة في الخارج وبمبلغ عجزت عائلته البسيطة عن توفيره فهي اليوم تناشد المسؤولين وذوي القلوب الرحيمة للنظر بعين الرأفة والرحمة ومساعدتها لإنقاذ براء وانتشاله من خطر هذا المرض. بعد في عمره 2 شهر دينا دنا له عملية في المنصورة والعملية دي ما نجحتش ولو طلبوا هنا نديروا عملية زراعة الكبدة. العملية هذه طبعا في السندر في الترك والمبلغ تاعها 1.5 مليون بس مبلغ كبير وانا ما نقدرش باش ندير عملية بالمبلغ هذا وحدي محال. نطلب من خاوتي الجزائريين يعاونوني ان شاء الله باش نقدر ندير العملية هذه في الترك وطفل السمام مزروف لازم عملية مستعجلة في اقل وقت لازم نديرها له. احنا نطالبوا شعب الجزائر والسلطات يعاونونا باه نطلعوا نديروا البراء العملية على خاطر العملية هذه ماشي سهلة ومبلغ تاعه كبير 72,000 أورو بدراهمنا 1.5 مليون وبراء راه يتعذب كل يوم يتعذب وحنا نتعذبوا معاه ليل كامل هو يبكي وحنا ما لقاوش نديروا له. نطلب من الشعب الجزائري يعاوننا هذا ما نطلبوا راه بينهم كامل ماشي غير بنا. هي دموع وألم تنزل من عين بريئة وملامح حيرة على وجه عائلة مكتوفة الأيدي تنتظر التفاتة من المسؤولين والمحسنين علها تعيد براء إلى حياته الطبيعية.